اخوتي المشاهدين مستمرين معكم في تغطيتنا لفعاليات بطولة الجاليات الخامسة. نيجيريا انتصار من عمق الزجاجة ووصول الى المباراة الختامية فينال الجاليات. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات بان استضيف احد نجوم المباراة واحد من اهلوا نيجيريا الى المباراة الختامية، مصطفى بزة حارس اكاديمية نور وحارس الجالية النيجيرية. مصطفى في البداية ارحب بك، امسي عليك، الف مبروك انتصار من عمق الزجاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء اشكر القائمين على هذه البطولة، ما شاء الله تبارك الله، تنظيم من احسن ما يكون، والحمد لله الفوز، تأهلنا الفوز، اخذنا الفوز بصعوبه والله، بس الكابتن محمد نور لما جاء ادى روح، ادى معنى قويه للفريق، والحمد لله تمكنا مع زملائنا اخوان بالفوز. مصطفى، المباراه كيف كانت داخل ارضيه الملعب؟ هدف ياتي في اللحظات الاخيره من شوط المباراه الاول، على هذا الحال تستمر المباراه الى نهايه شوط المباراه الثاني وياتي من ثم بعد ذلك ياتي هدف لمصلحه نيجيريا عن طريق كره ثابته. كيف كان سيناريو المباراه؟ والله المباراه هذه مباراه بطوله، مباراه جماهيريه، اللاعب الذي يتمكن في الجمهور، اللاعب الذي يتمكن في الجمهور يلعب حيشوف المستوى اعلى من كذا، واحنا لعبنا بشو اسمه؟ لعبنا بثقه الجمهور وثقه اللعيبه والمدربين اللي اعطونا هي، وتمكنا في اخر دقيقه. نحن نعرف الكابتن محمد الكابتن نوح في اخر دقيقه، حتى لو كان هو لاعب في المباراه بس في اخر دقيقه يقدر يجيب لك فاول ويخلص المباراه. خلصها نوح بكره ثابته فاول، يعني ضربه حظ، لكن مع نوح الضربات الحظ يكون غير موجود والضمان يكون موجود للجول. سجلها في اللحظات الاخيره، ايش كان شعورك يوم سجل الهدف نوح؟ والله انا اصله خشيت الشوط الثاني، كلمت العيال بفاول، والحمد لله جانا فاول في اخر دقيقه، خلاص اعرف 100% 90% الكابتن محمد الكابتن نوح حيسجل الهدف، وان شاء الله انا قلت له جيب عادل النتيجه ببلنتيات، وان شاء الله ما اقصر في البلنتيات عشان متمكن ان شاء الله، والحمد لله كلها هي تعليمات الكابتن ومترو وابو نواف والخال سيمبا. كم كوره رديت وزة في البلنتيات؟ والله هي حظوظ سره، بس قريه اللاعب قريه قريه للحراس هو اللي مكان اللي رد كم بلنتيات، بس قريت اللعيبه وتبس صراحه الجماهير كمان ضغط للعيبه، واللعيبه خافوا من الضغط وعشان كده ضيعوا هذه الكوره، والحمد لله تمكننا الفوز. فز هذا الانتصار تهديه لمين؟ والله انتصار هو تهديه للرجال النيجيريه كلها، وبالذات خاصه للكابتن محمد نور والكابتن ابو نواف والكابتن المترو. شكرا لك. يا هلا.